الأهلي فعلا كيان والأهلي رقم واحد. هل الأهلي رقم واحد من فراغ؟ هل لما نقول النادي الأهلي رقم واحد كنا بنجامل مثلا؟ لما بنقول النادي الأهلي رقم واحد بنرجع لسجل البطولات. الأهلي بعد ما حقق السوبر وفاز على الزمالك وحقق البطولة رقم 144. بطولة رقم 144 هو الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم، وثاني أكثر نادي تتويجا بالبطولات القارية. بطولة الدوري العام 42 مرة، 37 كأس مصر، 12 سوبر مصري، 10 دوري الأبطال، 4 كأس الكؤوس، 1 الكونفدرالية، 8 سوبر إفريقيا، وبطولات تانية كتير. يا كاتب التاريخ اوعى تقفل الصفحات.